وحتى الآن الحمد لله في إقبال كبير حقيقة في الربع الأول، كما ذكرنا في السالف أن قمنا بتمويل أكثر من 250 شخص وما يعادل 6.1 مليون ريال عماني. طبعا هذا رقم حقيقة يشجع كثير من رواد أعمالنا أنهم يتقدموا في صندوق الرفد، ولكن دائما نحن حريصين حقيقة أن يكون في آلية جديدة في صندوق الرفد، وهي آلية تخطيط قبل التمويل وإعداد دراسة جدوى حقيقة مستفيضة قبل ما نحن نقوم بتمويل هؤلاء رواد الأعمال، أو كانوا سواء كانوا رواد أعمال أو باحثين عن عمل أو اللي هم الحرفيون المهنيون. طبعا نحن متفائلين حقيقة في الربع الثاني يزيد الرقم أكثر من 500 شخص وما يزيد أكثر من 10 مليون ريال عماني.